حلو قوي. هو التقرير المبدئي الاولاني بيقول ان ارض مدينه الكومي تحتيها مياه جوفيه، انما التقرير الملحق بيه بيقول ان المياه الجوفيه ما بتاثرش على المباني. احنا بقى في الحاله دي هناخد التقرير المبدئي الاولاني. بس التقرير المبدئي حاجه والنهائي حاجه تانية. افهمني يا مصطفى بيه، احنا هناخد التقرير المبدئي وهنشيل كلمه مبدئي وننشر الخبر في الجرايد ونقعد نتفرج. الناس اول ما هتقرا الخبر هتجري على سعيد الكومي عايزه تاخد الفلوس اللي حجزت بيها الوحدات، وكمان مش هيلاحق على القضايا اللي هتترفع عليه. طيب انا كده عملت اللي عليا، حضرتك بقى تقدر الورقه اللي في ايدك دي وتقول لي تمنها كام. تمن ايه يا مصطفى بيه؟ ما انت عملت حاجه وانا مطلوب مني ايه تاني اعمله؟ يا راجل اللي انت عملته ده يعتبر نقطه بحر. بقول لك ايه، سيبك من التقارير والاوراق، خلينا نتكلم في المهم. اكيد تعرف معلومات عن ابوك يعني تخليني اقدر اتخلص منه. يا جميل باشا، هو احنا جايين نقعد مع بعض عشان نشوف هنتخلص من ابويا ازاي ولا ايه؟ لا لا لا، انا ما اقصدش اتخلص منه، انا اتخلص منه، انا اقصد يعني ازيحه من طريق شغلي. انا اسف، اسف جدا. اتفضل يا مصطفى بيه. وده ايه ده بقى؟ انت ليه بتتعامل معايا كاني موظف في شركه الكومي؟ يا جميل باشا الفلوس اللي في جيبي اكتر من المبلغ اللي انت كاتبه ده. الله، في ايه بس يا مصطفى بيه؟ ده انت رجل اعمال وعارف ان اللعبه بتاعتنا اساسها التفاوض. طلباتك. طلباتي انك تقدر اللي انا بعمله معاك. حاضر حاضر. اتفضل. اوكي. بعد اذنك. على فين؟ الله، هو احنا مش هنكمل كلامنا؟ بعدين. واسيبك عشان تشوف هتنشر الاخبار وتستفاد منها ازاي. وبالمره اخد وقتي وافكر. نعم. تفكر؟ تفكر في ايه؟ افكر اذا كنت هشوفك تاني ولا لا. بعد إذنك.